يا اخي بابا الفاتيكان لما مات كافر صليبه طالع برا، قال نسأل الله يرحم البابا بقدر ما قدم. اتحدث عن عالم ولكن ليس من اعلام المسلمين، ولكنه عالم اعلام المسيحية، وهو الحبر الاعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، واعظم رجل يشار اليه بالبنان في الديانة المسيحية. ولكن مواقف الرجل العامة واخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار منها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من اعظم النشطاء في نشر دعوته والايمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل له في حسناته. ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. يا مجرم ده كافر، ربنا قال لقد كفر، لقد فيها كم مؤكد من المؤكدات، وده ما موضوعنا الآن. لقد كفر الذين قالوا، ده ما من الذين قالوا، ده من علماء الذين قالوا. كافر ده ابو صليب، قلت لك صليب طالع برا ولا طلع لنا احنا، طالع برا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن ادم، ديل شتموا الله يا شيخ، يشتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك، فاما شتمه اياي فقوله اني اتخذت ولدا وانا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. شوف اللي جرام العمل، شيوخ الفتنه ديل ودعاة الفتنه، حتى الحكام اللي هم حاربوا اغلبهم ما سووا زي اجرام شيوخ الفتنه ديل، والله يجد والضلال النشروا شيوخ الاخوان المسلمين. الناس مجارمه وضلال ابعد مراحل الضلال.